السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، بعد 5 دقائق من الآن سوف نقدم لكم نشرة 8:30 وفيها شباب قطر يتسلمون مفتاح الدوحة عاصمة للشباب الإسلامي، ولكن قبل ذلك لنا وقفة مهمة الأخبار العالمية والعربية بقمان. اختراق في الأزمة بالسودان إثر توصل قادة تحالف المعارضة والمجلس العسكري في أول اجتماع إلى اتفاق على تشكيل مجلس سيادي يشارك فيه المدنيون تلبية لمطالب المعتصمين. حكومة الوفاق تؤكد أن لديها أدلة على مشاركة طائرات أجنبية في قصف طرابلس، مناطق تعرضت لضربات جوية ومدفعية ووابل من صواريخ غراد من قوات حفتر. الأمم المتحدة تنخرط في التحقيق في مشاركة طائرات عربية في قصف طرابلس، وحكومة الوفاق تحمل بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية ما وصفته بالسكوت والتهاون. الرئيس الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عما دار بينه وبين ملك السعودية بشأن دفع الرياض ثمنا لحماية توفرها واشنطن. ترامب جدد رفضه دعوات لمقاطعة الرياض. الجيش الإسرائيلي يسلم أسيرين سوريين للصليب الأحمر عبر معبر القنيطرة في هضبة الجولان في عملية تبادل بوساطة روسية بعد استعادة إسرائيل رفاة جندي مفقود. وزير الخارجية التركي يؤكد في بغداد دعم بلاده الكبير للعراق. أوغلو شدد عقب مباحثاته مع الحكيم على التوافق بين تركيا والعراق حيال القضايا الإقليمية. وزير خارجية إيران يعلن أن الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية هو واحد من خيارات عديدة أمام طهران للرد على العقوبات الأمريكية. مبعوث واشنطن إلى أفغانستان يقول إن اتفاق السلام مرهون بوقف طالبان إطلاق النار بشكل دائم، مضيفا أن الحركة تركز على انسحاب القوات الأمريكية. الإسبان يصوتون في انتخابات عامة تعد الأكثر إثارة للانقسام منذ عقود، ومتوقع أن تسفر عن برلمان مجزأ يسيطر عليه اليمين المتطرف. مسيرة حاشدة إلى برلمان هونغ كونغ احتجاجا على مقترحات لتسليم مطلوبين للصين وللمطالبة بإلغاء قوانين اعتبرت خطرا على الحريات الأساسية. برنامج تغطية دليلكم لكل ما هو جديد من أحداث وفعاليات في دولة قطر. نأخذكم معنا في رحلة لمعرفة كل المستجدات التي تهمكم معرفتها، لنقدم لكم تغطية شاملة توجز لكم آخر ما يجي من حولكم في كل مناطق الدولة. برنامج تغطية يأتيكم على تلفزيون قطر في الأوقات التالية. انقلاب في الجهاز المناعي للجسم، عنوان عريض يعبر عن معاناة مرض الذئبة الحمراء، يعتبر مرض مناعي مزمن غير معدي. في حلقتنا الجاية راح نتكلم بالتفصيل عن هذا المرض، أسبابه، علاجه وكيفية التعايش معه. We'll be right back.
مرحبا بكم في هذه النشرة ونبدأها بأهم العناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يستقبل سعادة رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالية ويعرب عن شكره لموقف إيطاليا الداعم لحل الأزمة الخليجية عبر الحوار. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يبحث عبر اتصال من دولة رئيس الوزراء البلغاري تعزيز العلاقات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يفتتح فعاليات الدوحة عاصمة الشباب الإسلامي، وقطر تطلق مبادرات توعوية أو نوعية عدة لتعزيز القدرات الشبابية. سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يبحث مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي تعزيز التعاون، ويتلقى رسالة من معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني. Qatar has made determined steps towards organizing programs. منظمة العمل الدولية تشيد بجهود دولة قطر في رعاية العمال. أهلا بكم. استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري سعادة السيدة ماريا إليزابيتا أربيرتارتي كاسيلاتي رئيسة مجلس الشيوخ بالجمهورية الإيطالية والوفد المرافق، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم في البلاد. وفي بداية المقابلة أعربت سعادة رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالية عن تهانيها لسمو الأمير عن نجاح اجتماعات الجمعية العامة 40% للاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها الدوحة أوائل شهر إبريل الجاري، وشهدت بنتائجها الإيجابية وقراراتها الهامة. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية ومجالات تعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمة الخليجية الراهنة وتداعياتها على أمن المنطقة. وفي هذا الصدد جددت رئيسة مجلس الشيوخ موقف بلادها الداعي إلى أهمية حل الأزمة عبر الحوار السياسي والطرق الدبلوماسية، كما دعت إلى أهمية رفع الحصار عن دولة قطر وما ترتب عليه من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان. ومن جانب آخر أشادت سعادة السيدة ماريا إليزابيتا أربيرتي كاسيلاتي بالإجراءات التي اتخذتها قطر في مجال حقوق العمال وتتميزت فيها كنموذج يحتذى به. ومن جانبه عرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال المقابلة عن شكره لرئيسة مجلس الشيوخ الإيطالية وعلى موقف إيطاليا الداعم لحل الأزمة الخليجية عبر الحوار. وحضر المقابلة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى. تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا من دولة السيد بويوكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بتكليف من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى، حضر سعادة الشيخ ثاني بن حمد الثاني مهرجان الخيل الدولي المقام في عاصمة جمهورية تركمانستان أشقاباد، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام. وقد استقبل فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان سعادة الشيخ ثاني، حيث نقل سعادته تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى فخامة رئيس تركمانستان وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والعافية. ومن جانبه حمل فخامة رئيس تركمانستان سعادة الشيخ ثاني بن حمد تحياته إلى سمو الأمير المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة. تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فعاليات الدوحة عاصمة للشباب الإسلامي لعام 2019 تحت شعار الأمة بشبابها، وذلك بفندق سانت ريجز.
وحضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء وعدد من أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسيين المعتمدين للدولة وضيوف البلاد. وتشكل هذه الفعاليات المتواصلة حتى نهاية العام منصة تفاعلية لإطلاق قدرات الشباب، وسوف تتضمن مبادرات نوعية عدة، من بينها إطلاق جائزة الدوحة للإبداع الشبابي وإقامة منتدى الدوحة للشباب الإسلامي وتنظيم واحة الدوحة للابتكار واحتضان معسكر الدوحة للشباب للعمل التطوعي والإنساني. مفتاح الدوحة عاصمة للشباب الإسلامي للعام 2019 يتسلمه شباب قطر لتبدأ المهمة، ويبدأ عام كامل من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات الشبابية المنوعة الهادفة إلى تعزيز التفاهم وبناء مزيد من جسور التواصل بين الشباب الإسلامي. كما تعلمون، هناك برنامج حافل بالعديد من القضايا التي تهم الشباب في 56 دولة، وأعتقد أن الدوحة التي تم اختيارها عاصمة للشباب الإسلامي للعام 2019 لديها برنامج رائع لتنفيذه في جميع المجالات. أنا متيقن بأن هذا العام رح يشكل وجود هذا المفتاح في الدوحة إعطاء منبر خلاق من شأنه المساهمة في تشكيل وعي الشباب المسلم. الدوحة أعدت برنامجاً غنياً بالفعاليات والمهرجانات والأنشطة المنوعة لتطبيقه على مدى عام، ورصدت له الكثير من طاقاتها في مختلف المجالات، فعاليات أبرزها جائزة الدوحة للابتكار ومعسكر الدوحة للعمل التطوعي والإنساني ومسابقة الدوحة للإبداع وغيرها الكثير. ما يميز دولة قطر على حسن التنظيم وحسن الاستقبال وتقديم حفل مميز بكل أمانة، وإحنا متفائلين بهذه السنة تكون مليئة بالإنجازات، مليئة بالبرامج والمشاريع التي تعبر على إمكانيات شبابنا وتعكسها للعالم أجمع. طبعا إحنا شركانا في دولة قطر كل وزارات الدولة ومؤسسات الحكومية والغير حكومية، فأي فعاليات الآن بتنطلق بتلاقون تحت مسماها الدوحة عاصمة الشباب الإسلامي، لأن ليست هذه الفعالية للوزارة أو لجهة معينة، هي لدولة قطر بصورة كاملة. مؤشرات الدولة على صعيد عالمي مؤشرات جدا مرتفعة، شباب قطر من شباب البارزين عالميا بمؤشراتهم. عندنا دائما تعاون بينه وبين اليونايتد نيشن على عشان نعرف المعدلات الاستدامة ومتى توافقها مع معطيات الشباب عندنا في قطر. الحمد لله المعطيات جدا عالية. قبل أشهر تم اختيار الدوحة وبالإجماع عاصمة للشباب الإسلامي للعام الجاري لتتسلم مفتاح عاصمة الشباب الإسلامي من شقيقتها القدس، واليوم يتسلم الشباب القطري مسؤولية مواصلة المشوار من أجل تبادل الخبرات والتجارب لتمكين الشباب بشكل أكبر على مستوى العالم الإسلامي. استقبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سعادة السيدة ماريا إليزابيث أربيرتي كاسيلاتي رئيسة مجلس الشيوخ بالجمهورية الإيطالية والوفد المرافق، وتم خلال المقابلة بحث مجالات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وحضر المقابلة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد المحمود رئيس مجلس الشورى. اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد المحمود رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيدة ماريا إليزابيث أربيرتي كاسيلاتي رئيسة مجلس الشيوخ بالجمهورية الإيطالية والوفد المرافق لها. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا الصديقة وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني. وقد أشاد سعادته بتطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين. ومن جانبها هنأت سعادة رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي سعادة رئيس مجلس الشورى على النجاح الكبير الذي حققته الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعها في الدوحة.
أنا سعيدة جدا بحفاوة الاستقبال التي قبلت بها، وهو ما يدل على قوة الصداقة بين بلدينا. ولقد أتيحت لي فرصة التعرف على أهم الإصلاحات التشريعية في دولة قطر من خلال لقائي مع سعادة رئيس مجلس الشورى القطري. تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رسالة خطية من معالي السيد يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد نجيب بن يحيى البلوشي سفير سلطنة عمان لدى الدولة خلال استقبال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية له. كما اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع سعادة السيد أحمد عيسى عوض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة لأمور ذات الاهتمام المشترك. أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفاي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تعميماً بتحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام 1440 هجري، فقد تقرر أن تكون ساعات العمل الرسمي خلال الشهر الفضيل للموظفين المدنيين 5 ساعات يوميا تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر. أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ما توليه دولة قطر من اهتمام كبير بالسلامة والصحة المهنية. جاء ذلك خلال افتتاح النسخة 3 من معرض ومؤتمر السلامة والصحة المهنية. بدورها أشادت منظمة العمل الدولية بجهود دولة قطر في مجال رعاية العمال. بالإعلان عن خطة وطنية تضمن الالتزام بتنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة من الإجهاد الحراري للعمال في مواقع العمل وفق صلاحيات واسعة للمفتشين لمراقبة التنفيذ وتوفير بيئة عمل آمنة، انطلقت فعاليات المؤتمر. مؤتمر بين تكاتف الجميع، صحة والسلامة المهنية مو جهة واحدة تقدر تنفذها، هو ترابط الجهات ووضع يدها بيد بعض على أساس أنها هي إجراءات تكميلية من الصحة والدفاع المدني والداخلية وطبعا وزارة التنمية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فالكل متضافر ونستفيد الحمد لله من خبرات منظمات العمل الدولية والمنظمات الدولية لنعمل برامج توعية وتطوير الإجراءات عندنا بالنسبة لدولة قطر لكي إن شاء الله نوصل لأعلى المعايير في السلامة والصحة المهنية. إشادة دولية واسعة من منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب شهدتها الكلمة الافتتاحية، فقد اعتبرت الأوساط الدولية دولة قطر شريكا فاعلا في بناء استراتيجية دولية للسلامة والصحة المهنية للعمال، كما ثمنت التعاون القائم بين وزارتي العمل والصحة العامة. لقد قامت دولة قطر بخطوات جبارة عند تطبيقها لبرامج وفعاليات متعددة لتوعية بالمخاطر الصحية المحاطة بالعمال في مواقع عملهم، ونجحت في إقامة تعاون مشترك ومثمر بين العديد من الجهات ذات الصلة. وفي خطوة جسدت الشراكة الفاعلة للقطاع الخاص من أجل السلامة والصحة المهنية، تم إطلاق أول مصنع في دولة قطر لإنتاج أدوات الصحة والسلامة. تم الافتتاح اليوم للمصنع ميلينيا الأحذية وأدوات الأمن والسلامة، وهذا حرص كبير منا احنا ودافع قوي من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد الخليفة آل ثاني، واهتمامه الدائم في القطاعات العاملة في دولة قطر بصحتهم وسلامتهم إن شاء الله. فعاليات عديدة كانت قد سبقت يوم الاحتفال هذا، فقد خصصت الوزارة شهرا كاملا للتوعية بالصحة المهنية في مختلف المؤسسات العامة والخاصة بمبادرات وصلت لأكثر من 15,000 عامل وأكثر من 100 مفتش. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل مصنع جديد وخطوة أخرى لتحفيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة.
تابعونا عبر حساب تلفزيون قطر على الإنستغرام. نظمت الإدارة العامة للشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية حلقة تدريبية للاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس، ويهدف التدريب إلى رصد الظواهر والسلوكيات الضارة والخاطئة في المدارس ومحاولة وضع الحلول والمعالجات المناسبة لها وتثبيت ودعم القيم الاجتماعية الإيجابية في عقول الطلاب والطالبات. ويشارك في التدريب عدد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالرعاية والتأهيل على مستوى الدولة. هذه الندوة ليست هي أول ندوة، ودائما وزارة الداخلية تسعى جاهدة إلى عمل شراكات مع جميع فئات المجتمع. طبعا احنا خصصنا هذه الندوة للأخصائيين والأخصائيات في التعليم العالي في الوزارة، طبعا وزارة التربية والتعليم العالي، من أجل خلق شراكة بيننا وبين هؤلاء الأخصائيين والأخصائيات من أجل رفع القيم لدى أبنائنا وبناتنا الطلاب في جميع مدارس قطر. نظم قسم الرقابة الصحية التابع لبلدية الريان حملة تفتيشية على مجمع تجاري بهدف التأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع وطريقة إعدادها وتخزينها وتداولها. من بلدية الريان استعد مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لوزارة البلدية والبيئة للانطلاق في حملة تفتيشية إلى إحدى المجمعات التجارية، وذلك بغرض التأكد من توافر وتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سلامة تخزين وبيع وتداول المواد الغذائية. حملة تقريبا تتراوح بين 3 إلى 4 مفتشين، حاليا احنا 4 مفتشين من ضمننا طبيب بيطري اختصاصا فيها تخصص شوي هذا للحوم الطازجه والاسماك. المفتشين الباقيين عندنا بيكونون في الاقسام المختلفه. المفتشون يتفقدون مختلف اقسام المواد الغذائيه بدءا باللحوم والاسماك، حيث يتم التاكد من تاريخها وخواصها الفيزيائيه وطريقه حفظها. كما تم في وقت سابق سحب عينات من أنواع اللحوم الطازجة والمصنعة وإرسالها إلى المختبرات المركزية للتأكد من سلامتها وسلامة خطوات التصنيع. من خلال جولتنا هذه مرينا على جميع الأقسام طبعا تأكدنا من جاهزيتها، من الالتزام بالاشتراطات الصحية، من التزامها بالتعامل مع المادة الغذائية بشكل سليم من خلال التحضير، التجهيز، العرض، التخزين جدا مهم. عندنا الفريزرات أيضا تأكدنا منها ومن تجميدها، المعلبات أيضا تأكدنا من تاريخ صلاحياتها. التفتيش على المواد الغذائية لا يقتصر على الأغذية الطازجة، وإنما يشمل المعبأة والمغلفة كالأجبان والمخبوزات والحلويات وغيرها، بالإضافة إلى مراقبة العاملين والتأكد من توفر الشروط الصحية والفنية لملابسهم وأدوات عملهم. نصيحة، خلي التسوق آخر نشاط عندك في اليوم، يعني تأخذ المواد الغذائية مباشرة على البيت، كل مادة غذائية تخزن حسب ما هو مكتوب أو مدون على العبوة نفسها، المبرد مبرد، المجمد مجمد، في جو الغرفة يوضع في المخزن بجو التبريد أو التكييف العادي. عند الفتح أيضا لا أقول أن هذه مادة جافة أو غير جافة، عند الفتح إذا كانت عبوات يعني معقولة أحطها بالثلاجة، الحفظ البارد جدا مهم. توعية المستهلكين بشأن ضوابط تداول المواد الغذائية إحدى الأمور الهامة التي تحرص البلدية عليها، كما ينصح المسؤولون المستهلكين بإبلاغ الشكاوى عبر الخط 184. والآن مع الجولة الاقتصادية مع الزميل هيثم خليفة. إليك هيثم. شكرا عبد الله، وأهلا بكم إلى جولتنا الاقتصادية. تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح وزير التجارة والصناعة أول مصنع لإنتاج الشاي محليا بعلامتيه ليبتون وريد ليبل، الأمر الذي يمثل إضافة جديدة إلى الجهود المبذولة من أجل دعم الصناعات الوطنية في دولة قطر وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
مصنع جاهز لتعبئة شاي ليبتون والريد ليبل، صرح صناعي آخر ومكسب للصناعات التحويلية في دولة قطر، ينضم إلى مشاريع التنمية الداعمة لوجود ماركات عالمية في السوق المحلي الذي يتمتع ببيئة استثمارية قوية تعزز رؤية التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي. هذا يعكس ثقة المستثمرين الأجانب أو يعكس ثقة الاستثمار الأجنبي في السوق القطري من حيث تواجد البنية التحتية، من مواصلات، من طرق، من اتصالات، من أمن. هذا استقطاب ليبتون اليوم وريد ليبل صنع في قطر، هذا شيء إضافة للاقتصاد القطري. في تنوع كبير إن شاء الله، وفي المستقبل القريب راح يكون هناك استقطابات زيادة بالنسبة للماركات العالمية بإذن الله. بطاقة إنتاجية تقدر ب 1400 طن سنويا وكلفة تناهز 7 مليون ريال كمرحلة أولى، المصنع ينتج ويوزع ومنتجاته على رفوف كل المجمعات التجارية تحت علامة صنع في قطر، محققا اكتفاء محليا من حيث الوفرة والجودة، والتي كانت تكلف الدولة 150 مليون ريال، أي ما نسبته 67% من احتياجات السوق المحلي لهذا المنتج الغذائي. المنتج هذا سوف يغذي السوق القطري وميدان قطر، صناعة قطرية الحمد لله. طبعا هذا كان هناك تعاون مع مكتب معالي رئيس الوزراء وشركة ليبتون وريد ليبل وكذلك بنك قطر للتنمية، هو طبعا الصرح اللي احنا نشوفه أحد الصروح الرئيسية بصراحة الداعمة للصناعات التحويلية في دولة قطر والصناعات الرئيسية، ومع الشركة القطرية للصناعات التحويلية كمنفذ لهذا المشروع. مراحل توسعية أخرى سيشهدها المصنع قريبا، ومنتجات لماركات عالمية عديدة سترى النور مستقبلا ضمن مشاريع تنموية تجعل من قطر بيئة آمنة وقوية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية. أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن طرح 4 عقود لمشاريع أعمال تحسين الطرق في عدد من البلديات بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليون ريال، ويأتي طرح هذه العقود ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تأهيل صغار المقاولين التي أطلقتها أشغال مع بداية العام الماضي، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين القطريين المحليين في قطاع المقاولات لتنفيذ مشاريع صغيرة تؤهلهم للعمل مستقبلا في المشاريع الاستراتيجية للدولة والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد المحلي. أعلنت شركة الديار للتطوير العقاري عن البدء في بيع قطع أراض في جزيرة قطيفان 2، والتي تتمتع بمساحات ومواصفات مختلفة. وأوضحت الشركة أن هذه الأراضي متاحة أيضا للتملك الحر لغير القطريين، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح فيها بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ووفقا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. أفصحت شركة الملاحة ملاحة عن نتائجها المالية للفترة الربع الأول من العام الجاري والمنتهية في 31 من مارس الماضي، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 278 مليون ريال مقابل 260 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت الإيرادات التشغيلية 708 ملايين ريال للربع الأول من العام الجاري مقابل 698 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما أعلنت شركة قطر للتأمين عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 272 مليون ريال، وذلك مقابل 230 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ العائد على السهم للربع الأول من العام الجاري 76 درهما مقابل 66 درهما لنفس الفترة من العام الذي سبقه. تراجع مؤشر بورصة قطر في أولى جلسات الأسبوع بنحو 0.4% متأثرا بتراجع معظم الأسهم القيادية مسجلا 10406 نقاط، كما بلغت قيم التداول أكثر من 130 مليون ريال،
فيما سجلت أحجام التداول أكثر من 6,700,000 سهم نفذت من خلال 3,600 صفقة تقريبا. نظم مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني في قطر مول بطولة Get in the Ring العالمية في نسختها القطرية للعام الرابع على التوالي، وقد شارك في هذه البطولة 10 متنافسين عرضوا أفكارهم في حلبة شبيهة بحلبة الملاكمة، وقد تأهل منها فائزان 2 إلى المشاركة في النسخة العالمية التي ستقام هذا العام في العاصمة الألمانية برلين. صراحة ما شاء الله عليهم، يعني المشاركين عندهم أفكار حلوة، منها البروتوتايبس أو المشاريع اللي يعني تبتدي إن يعني تساعد المجتمع، منها المجتمع القطري أو يعني خارج حدود قطر. فإن شاء الله يعني من مشاركتهم اليوم إن يوصلون لهدفهم ويوصلون العالمية إن شاء الله. نهاية الجولة الاقتصادية، وعودة الآن إلى عبد الله العمادي وبقية النشرة، تفضل عبد. شكرا هيثم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد عرض الأحوال الجوية، تدشين أستاذ الوكر المونديالي باستضافة المباراة النهائية لكأس سمو الأمير المفدى لكرة القدم. في الرياضة، أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث خلال مؤتمر صحفي عن استضافة استاد الوكر المونديالي لنهائي كأس سمو الأمير المفدى لكرة القدم في 16 من شهر مايو المقبل. وتسبق انطلاق المباراة مراسم تدشين الاستاد الذي يتسع ل 40,000 مشجع، والذي يعد ثاني استادات جاهزية لاستضافة مباريات مونديال قطر 2022. وأوضح المهندس ثاني الزراع مدير مشروع استاد الوكرة أن الاستاد الجديد بتصميمه المبتكر المحاكي للمستقبل سيمثل معلما بارزا خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم الأولى في الوطن العربي. هذا ويشار إلى أن تذاكر الدور النهائي لبطولة كأس سمو الأمير متاحة للجمهور الآن وحتى 15 من مايو المقبل. طبعا احنا فخورين اليوم نعلن عن جاهزية المنشأة. طبعا تم العمل على هذه تجهيز المنشأة على فترة ما تزيد عن 35 شهر، تم العمل عليها من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث والفريق الفني بشكل دؤوب على هذه الفترة. تحديات كثيرة واجهتنا تم التعامل معها بالشكل المناسب في المراحل الكثيرة. اليوم نقدر نعلن جاهزية المنشأة واللي بنستفيد منها كاختبار تشغيلي للمنشأة واللي بتصب للهدف الاستراتيجي طويل المدى اللي هو تجهيز المنشأة لكأس العالم في سنة 2022. وفي الختام هذا تذكير بهم العناوين.
حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يستقبل سعادة رئيس مجلس الشيوخ الإيطالية ويعرب عن شكره لموقف إيطاليا الداعم لحل الأزمة الخليجية عبر الحوار. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يبحث عبر اتصال من دولة رئيس الوزراء البلغاري تعزيز العلاقات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يفتتح فعالية الدوحة عاصمة الشباب الإسلامي، وقطر تطلق مبادرات نوعية عدة لتعزيز القدرات الشبابية. سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يبحث مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي تعزيز التعاون، ويتلقى رسالة من معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني. Qatar has made determined steps towards organizing programs. منظمة العمل الدولية تشيد بجهود دولة قطر في رعاية العمال. كما يمكنكم متابعة البث الحي لتلفزيون قطر على موقع اليوتيوب وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي. نهاية النشرة، في أمان الله.